السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غندير معكم العجينة ديال الكعبة. نحتاجو فواحد نص كيلو ديال الفورس، 125 غرام ديال الزبدة ديال التوريق ولا عادية، قرصة ملح، ما زهر، ونجمعو بالماء. كاينين عدة أشكال ديال العجين، ولكن حنا غنختصرو على هاد العجين لأنها يعني كتجي رائعة وزوينة في الخدمة ديالتها. غادي نغلبلو الطحين ديالنا، نغلبلو الملحة إلا كانت غليظة تا هي باش ما تقطعش العجينة اللي بغينا ندوزها في الوراقة. غنزيدو الزبدة اللي دوبناها، غنزيدو ما زهر، وغادي نجمعوها بالماء. وغادي نجمعوها وغادي ندلكوها مزيان حتى تولي رطبه. بعد ما دلكناها خرجتنا عجينه مطاطيه سهله للطليق، ونقدروا تحتفظوا بها في المجمد، احتفظوا به. الوقت اللي بغيناها تنجبدوها. دونك هنا انا باغا عجين تكون عندي برتقاليه لان غندير الورده. غادي ناخذ الملون بودر وغادي ندير فيه شويه ديال الماء او ما زهر باش غنطلق داك الملون وندخل في العجينه. ونصيحه نبقى ندير شويه بشويه، ما نديرش الملون بزاف وندخلو تجيني شي لون ماشي هو داك، ديما نبقى نزيد شويه بشويه ندلكو مزيان تندخلو وغنحصل على النتيجه. دابا هنا انا ها هو اللون اللي بغيت هو هذا. دابا انا غادي نشكل به حلوه ديال الورده. دابا خديت اللوز هنايا العقده، خديت 500 غرام ديال اللوز في ربعه ديال السنيده. سلقنا في السخن اللوز وطحناه، طحنه الاولى وطحنه الثانيه نديرو مع السنيده. وانا اختفيت هنا غير بما زهر، واللي بغى يدير لاغوم ديال شي حاجه في منكيه في العقده يدير. انا خليته طبيعي غير بما زهر. غادي نحربل اصابع القياس. دابا غنطلق العجينه، ولا كانت عندي العجينه مرخيه كنبقى ندور العجينه، ندير دو توخ حتى لتخوا توخ باش العجينه تقصح. كندوزها في الوراقه. بعد ما طلقنا العجينه دابا غنقطعوها بالقطع اللي كاين. انا هنا عندي داك ديال النكهات ماضي ومزيان، قطع دوائر. وغادي ناخذ ربعه الدائرات، واللي بغاتها خمسه سته على حسب الورده اللي بغا، ولكن ستوندار اللي كتجي حلوه وكتجي زوينه هي ربعه. هما هنا قطعت الدوائر، غادي نوريكم كيفاش غادي نصوب. كنجبدو من الفوق ومن التحت غير بشويه، وما تقطعش الورقه وما تكونش العجينه عاوتاني غليظه. هاد الثانيه وكنحط وحده على الجانب ديال الاخرى ويكونوا مقادين من الفوق. دابا اللي شاف الورده كيقول صعيبه، ولكن دابا ملي كيشوف البراتيك كتجي ساهله. دابا حنا درنا اربعه، غناخذو البودان، غناخذ القياس. انا غنعاود وحده اخرى نفس العمليه، كندورو حتى كيتغطى لنا اللوز بريسك في النص، وكنلويوها على شكل ورده. غنبقى تنكمل ونرجعو. بعد ما كملناها درناها في الطاوة وغتبات ليلة كاملة. وعاد من بعد غندخلوها للفران. هيا غنديرو لها دابا الناباج. حنا دابا غنديرو لها الناباج مع الكليكوز اللي خلطتهم كاملة. غناخد واحد البانسو وغادي نبدا نابي الحلوة. البانسو
الناباج كنخلطو دائما مع الجليكوز باش الجوانب كله من الداخل ومن تبت داك اللمعان جوانب البانسو باش كيدخل كنديرو ليها من الداخل ومن برا من الجناب كلشي كيجي ساهل. وبالنسبه للملمع انا ضد الملمع لانه هو دي كونساي نهائي ديال الورده ديالنا ديال اليوم هو هذا شكل نهائي ديال الورده ديالنا ديال اليوم هو هذا بالصحه والراحه.